بمعنى محاولة الاختراق الأمني هناك محاولات عمرها 12 سنة في الوفاق. هناك محاولات عمرها 12 سنة في الوفاق لم تتوقف، ولكنها تؤول إلى الفشل. نجاحاتها محدودة جدا، تكاد لا تكون نجاحات. أعرف بأن هناك محاولات مستمرة على بقية الكيانات السياسية بدون استثناء. في المنبر الديمقراطي تم ممارسة ضغوطات من أجل إحداث انشقاقات. في وعد تجري هذه المحاولة، في القومي تجري هذه المحاولة.